أسرانا البواسل، أسيراتنا الماجدات، كل عام وأنتم بألف خير من عبر شاشة تلفزيون فلسطين، شاشة الكل الفلسطيني. من خلال أناديكم مشاهدينا وأيضا أسرانا وأسيراتنا، نحاول دائما أن نبث الأمل في نفوسكم بأن الفرج قريب بإذنه تعالى. جئنا اليوم لنبرهن لكم هذا الشيء من خلال قصة أسير محرر يعتبر من أسرى دوريات العرب، الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل ثرى هذا الوطن فلسطين، ضحى بأغلى ما يملك وهو الحرية. طبعا هذا هو ما نحاول أن نوصل إليكم أسرانا وأسيراتنا، بأن الفرج سيكون قريب بإذن الله تعالى بعد أن مكث هذا الأسير المحرر في سجون الاحتلال 12 عام. كان محكوم مؤبد، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يفك هذا الأسر. جئنا إلى هنا أيضا لنبث الأمل في نفسه بالتأكيد بأنه إن شاء الله سيستطيع بالأمل أن يرى الأهل في سوريا بعد ما يزيد عن 30 عام من الغياب عنهم. اسمحوا لي مشاهدينا الأعزاء أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة مع الأسير المحرر البطل بسام حميد. أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وأنت بألف خير. أهلا وسهلا فيكم وأنت بالصحة والسلامة، وكل عام وأنت بخير وأنت بألف خير لكم ولقناتنا الوطنية قناة فلسطين ولكل العاملين فيها. الله يخليك يا رب. أيضا نرحب بأم محمد زوجة الأسير بسام حميد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم وشرفتونا، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب، والأمة الإسلامية وأسرانا وأسيراتنا إن شاء الله بألف خير والفرج القريب بإذن الله يا رب. الله يسمع منك. يعني خلينا نبلش مع حضرتك بالبداية أخ بسام، يعني اليوم إحنا بعيد الأضحى المبارك، بعد وقت من الاعتقال وبعد سنوات من الأسر، لحد هاي اللحظة أنت لم ترى الأهل وبالتحديد في سوريا. هاي فرصة اليوم لحتى توجه لإلهم التهاني والتبريكات وتطمنهم عليكم من خلال أناديكم عبر شاشة تلفزيون فلسطين، شو حابب تقولهم؟ بالبداية يعني بنقول للأهل جميعا، للحبايب، للوالد، للوالدة، لجميع أخواتي وخواتي، واللي منهم كمان يعني إنه خوات تنتين يعني بعرفهم بس بالهوية، يعني في بنتين في لي خوات تنتين خلقوا أنا برا، نعم، وتزوجوا وصار عندهم أولاد حاليا. للجميع بنقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله اللقاء قريب، وكل ما بنرجوه من ربنا يعني إنه يلم الشمل بعد هذا الفراق الطويل. يا رب الله يسمع منك إن شاء الله، وتلتموا مع بعض وتقضوا الأعياد مع بعضكم البعض إن شاء الله، والمناسبات أيضا. طيب يعني حدثينا اليوم أم محمد، بيت حماكي كمان ما شافوكي، يعني ما شافوكي وجها لوجه بشكل مباشر منذ الزواج، صحيح؟ لأن أنتوا تزوجتوا هون بغزة. بالفعل هو تزوجنا نحن هون، بس قدرنا تقريبا مرة أنه كانوا أولاد صغار عندي ريما ومحمد 2004، قدرنا نزلنا هيك على أساس نشوفهم يشوفونا، يعني على الأقل يشوفوا أحفادهم من ابنهم اللي كتير مشتاقين له. تمام. فكانت يعني يبلوا هيك شوقهم بأولاد ابنهم، فيعني الحمد لله رب العالمين قدرنا نشوفهم وقعدنا معهم فترة تقريبا شهرين. نعم. الحمد لله رب العالمين. يعني صحيح. شافوا الولد والبنت. أيوة ريما ومحمد. عندي الأكبر، ولكن في عندكم كمان عندي لجين وعمار الاثنين الباقيين. الله يخلي لكم يا رب. الله يخليك يا رب. فيعني كانت صحيح هي الفرحة ناقصة، بس على الأقل إنه قدروا يشوفوا أحفادهم، بلوا قلبهم هيك بشوفتهم، ورغم إنه بالفعل كانت ناقصة بغياب ابنهم اللي ما قدر يعني يشوفهم ويزورهم، فإن شاء الله يا رب هيك قدروا يشوفوا كنتهم وأولاد ابنهم، ولكن ما كانوا يشوفوا من بالفعل ابنهم. طيب كيف كانت لحظة اللقاء بهذاك الوقت؟ حدثينا. والله كانت لحظة لقاء كتير حلوة ورائعة، يعني حسوا كأنه شافوا يعني من ريحة ابنهم. صحيح. على الأقل أولاد ابنهم أحفادهم. كانت لحظة كتير حلوة ورائعة صراحة،
يعني ان شاء الله يا رب بتكرر هاي اللحظه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. زي ما عم بقول لك هي كانت بالفعل كثير حلوه ورائعه، بس كانت ناقصه بالفعل انه ما قدر زوجي ينزل معي. تمام، فان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله ما في شيء بعيد عن رب العالمين انه يقدر يشوف اهله كمان ويبل هيك شوقه منهم. نعم ان شاء الله ان شاء الله يا رب. طيب اخ بسام، يعني اليوم سوريا لازالت في الوجدان ولازالت في القلب، الأهل هناك وكل المعارف هناك. يعني اليوم لما بتتذكر أو بترجع للذكريات شوي مع سوريا، شو أكثر المواقف اللي بتذكرها مع الأهل مع الأقارب مع الجيران؟ بالبداية يعني سوريا هي الوطن والوطن الثاني، لأنه يعني صح أنه يعني خلقت هناك، عشت هناك، ذكريات الطفولة كانت موجودة هناك. وكل اللي بندعيه لربنا انه ربنا يعافي سوريا وترد ترجع مثل سوريا من كيف كانت وافضل، لانه يعني شعب سوريا وقيادة سوريا الى فضل كتير علينا نحن الفلسطينية 48، كون انه يعني يعامل الفلسطيني هناك مثله مثل اي مواطن سوري، ما كان في اي تفرقه من ناحيه عمل من ناحيه شغل. لهذا السبب يعني بنشكرهم وبنعيد عليهم وبنقول للجميع كل عام وانتم بخير. نعم. ومن كمان بنهدي تحياتنا وسلامنا وبنعيد على الجميع لكل الاحبه وللاصحاب. تمام. وللاهل، ونقول للجميع كل عام وانتم بخير، وان شاء الله سوريا بتضل بخير رغم الارهاب اللي طال يعني واللي اصابه. نعم. عن ابرز المواقف واكثرها حضور لا زالت بذاكرتك بسوريا مع الاهل والناس اللي حواليك، كيف ممكن تحكي لنا عنها؟ سواء مع الاصحاب، مع زملاء الدراسه، بايام العيد هناك لما كنتوا بتقضوا الاعياد مع بعض بما انه احنا بنفس المناسبه. صحيح. والله سوريا هي كانت تطلعي بكل المناسبات، يعني في إلى حضور خاص، يعني رمضان في إلى طقوس ونموذج هيك معين للمناسبة رمضان، للأعياد بنفس الأسلوب. بتلاقي يعني الأطفال لهم أماكن يعني يروحوا يلعبوا ويقضوا أوقاتهم. نعم. الأهل بنفس الأسلوب، التزاور بين بعضهم البعض، الأصدقاء الحبايب بنفس الأسلوب بتلاقيهم الصباح. وهاي العادة يعني شفت أنا هون موجودة بغزة، بس كمان اللي هناك كانت تلاقيها أكثر. نعم. يعني أنت مخيم اليرموك كنا الواحد يعني بفوت فيها من بداية الحارة لآخر الحارة، رغم أنه يعني بيكون قرابة ومش قرابة، إلا أنه كنت يعني مرحبا يا خالتي، مرحبا يا عم، مرحبا، يعني تلاقي كل جميع بيعرف بعض، قرابة مش قرابة بتلاقيهم أكثر من قرابة، كونهم أنه يعني مطلين على بعض وعايشين بجنب بعض البعض في حياة الظروف. وفي حياة لا الظروف الاجتماعية كانت نحن بنحكي قبل الحروب حتى. نعم. يعني حياة سوريا حياة طبيعية رخيصة، رغم أنه الدخل بكون منخفض. نعم. لأن كانت الحياة بما تتلائم مع هذا الانخفاض. نعم. يعني ما تلاقي الحياة اللي أو الوضع اللي اليوم موجود هو وضع الحروب، وضع بتلاقيها أنه لازم تكون موجودة فيها الغلاء والتجار الحرب تكون ظاهرة، لكن قبل الحرب سوريا كانت كثير الوضع الاجتماعي. نعم. وما في الحياة الفقيرة أو الحياة اللي اليوم نحن بنلمسها على الشاشات التلفزيون أو لما بحكي مع أهلي شو بيطرحونا فيها من ناحية غلاء فاحش، من ناحية أنه فيش إمكانيات فيش. نعم. فيش لا، بالبداية قبل الحرب سوريا كانت كثير. إن شاء الله يا رب يعني وسوريا أصلا سبب استهدافها لأنه كانت موجودة بالاكتفاء الذاتي ومواطنينا كانوا عايشين بحياة وبكرامة. نعم. إن شاء الله بترجع هاي مثل ما كانت وأحسن يا رب العالمين. نتأمل وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وترجع بتزورها وبتنورها وبتشوف أهلك وبتشوف الناس اللي بتعز عليهم وبيعزوا عليك يا رب العالمين، وبتقضي أجمل الأوقات معهم إن شاء الله. هذا أملنا بالله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. أوكي.
طيب ننتقل لحضرتك أم محمد، يعني الأخ بسام إجا هون لقطاع غزة بعد خروجه من سجون الاحتلال، لم يكن متزوج، صار في زواج بينكم، حدثينا عن ظروف هذا الزواج وهذا الارتباط. طبعا هون يعني اليوم بدنا نقول بأنه الحمد لله رب العالمين، كمان صار عنده بيت، صار عنده 4 من الأبناء، صار عنده زوجة ما شاء الله عليك، الله يحميك يا رب، فهذا كمان كلياته من خلاله بنعطي أمل لأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال. أكيد حد فينا هو بصراحة هو التعارف بيناتنا صار عن طريق قرايبيننا برضو من سوريا. نعم. فلما سمعوا انه في اسير من سوريا اكيد طلعوا له واستقبلوه واحتضنوه. نعم. واصروا انه يكون موجود عندهم، وطبعا بعد فترة من الزمن وبما انه يعني نحن قرايب فصار هذا التعارف بيناتنا. اجوا زارونا وكان معاهم واجوا زارونا على البيت على اساس يعني نتعرف عليه، ولانه كان بالفعل يعني الكل حابب يحتضنهم والكل حابب يعني يكون حواليهم على اساس انه يعني ما في اهل ما في حدا، فيعني الكل حاول يحسسهم انه نحن اهلكم. نعم. يعني احتضان الحمد لله رب العالمين من الجميع. فصار هون التعارف بهاي الزياره تقريبا، وبعد هاي الزيارة انه حب هو يطلب ايدي وتقدم لي، وهيك على هالاساس يعني تم الموضوع. طيب بهداك الوقت شو اللي خطر لك اكثر بصراحة، او شو اللي خلاك توافقي على الزواج اكثر؟ بانه كنت بين خيارين اكيد بوقتها. طبعا اكيد. هل انه لانه هو من المناضلين واسير كافح وناضل من أجل القضية فهو بالتالي صاحب مبدأ، ولا لأنه هو بذكرك بسوريا وبذكرك بالبلد اللي عشتي فيها كمان طفولتك؟ صحيح. شو الأكثر اللي خلاك توافق على الارتباط؟ صحيح. هو بصراحة من جميع الجهات، يعني أنه من سوريا في تقارب فكري، في تقارب يعني على الأقل بكتير شغلات حتكون موجودة، وفي كمان أنا جاي كمان من عائلة كمان مناضلة، يعني والدي ما شاء الله مناضل وفدائي، وماما كمان نفس الشيء الله يرحمها كانت كمان من أولى دفعات التمريض اللي خدمت في لبنان وفي مستشفيات لبنان، وخدمت الفلسطينيين يعني الجرحى الفلسطينيين والحمد لله رب العالمين. فنحن أصلا في عنا فيدباك يعني فدائي مناضل ميالين. نعم. لهذا الشيء. فيعني هو الحمد لله رب العالمين كان ملاقي عدة نقاط، يعني منا زي ما تفضلتي وقلتي إنه من سوريا، ومنه كمان نحن في عنا أصلا يعني مربيين على موجودة. بالضبط إنه جينات مربيين على هالشيء هذا. نعم. فيعني الحمد لله رب العالمين. وبعدين إنه هو يعني كان يعني بمثابة انه عن جد انسان مناضل وفدائي ورجل بمعنى الكلمة. نعم. وضحى فبيستاهل حياة وبيستاهل استقرار. أكيد طبعا. بيستاهل حياة افضل بعد كل هالعذاب وبعد كل هالمعاناة اللي عاشها. فالحمد لله رب العالمين قدرنا انه نأسس عيلة، الحمد لله رب العالمين، وهدفنا انه يكون عيلة ناجحة والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله دائما وابدا ان شاء الله. على سيرة العيلة اخ بسام، يعني اليوم بدنا نقول بانه قدرت بهذا التأسيس الناجح الحمد لله رب العالمين اولا واخيرا، بانه تشوف هذا النجاح بولادك بابنائك من خلال بنتك ريما. هي من الناجحين في الثانوية العامة، كانت لهذا العام جابت معدل 91.6. فهذا كمان شيء مشرف جدا بصراحة، وهذا دليل على أنه أنت أسست صح وتعبت بعملية هذه التربية لحتى يكون في هذا المعدل بالعملية الدراسية. وإحنا شفنا هذا الشيء بصراحة، يعني حتى لما التقينا فيهم قبل التصوير، يعني ما شاء الله الله يحميهم ويخلي لكم إياهم. فهذا شيء واضح جدا، مش بس بالعملية الدراسية حتى بالأمور الحياتية والسلوكيات والتصرفات. فكيف اليوم ممكن يعني اطمن أهلك على الأبناء بأنه اليوم في عندي صبية بالجامعة رح بتكون دكتورة بتدرس طب الأسنان، احكي لنا عن هذا الموضوع. والله هو الجهود جبارة، يعني هي مش شخصية، أنا ووالدتهم الحمد لله. نعم. قدرنا يعني نتحد بهاي الجهود ونقدر ننجز بتربية أبنائنا ونقدر نوصلهم لبر الأمان الحمد لله.
الحمد لله يعني، والحمد لله كمان يعني دخلت لنا الفرحة قبل فرحة العيد ما تيجي. تمام. هي كانت بنتنا وبنات الشباب أصدقائي يعني من أسرى الدوريات، لأنه كانوا حركة شيء 12 13 واحد. والحمد لله يعني أنجزوا المهمة بدراستهم وبتفوقهم. الأهل يعني صحيح أنه شافوا ريما وهي عمرها يمكن سنة ونص لسنتين، تمام، ورغم أنه في تواصل بين بعضنا البعض على الجوالات يعني، أو أحيانا على بنفتح الكاميرا وبنشوف بعض، إلا أنه تفاجئوا أغلبهم وانصدموا أنه يعني خلصت. أيوة هن بيقولوا عنا بكالوريا، نحن نعم. بنقول توجيهي في سوريا بنقول عنا بكالوريا. تمام. هي خلصت بكالوريا ريما، خلص صارت صبية ريما، دخلت الجامعة ريما. قلنا لنا الحمد لله، والحمد لله أنه يعني تعبت على حالها وقدرت تجيب انه يعني نتائج حلوه اللي تاهلها تدخل التخصص اللي بدها اياه. نعم، واكيد هذا بمساعدتكم انتم كاهل، كاب وام، اشتركتوا في هذه التربيه وفي عمليه هذه التربيه. كمان يعني كنت قبل التصوير كنت بتحكوا لي بانه ريما حابه تدرس طب اسنان، فقمت تلقائيا قلت لكم لا بقلها طب الاسنان بصراحه، لانه كل دكاتره الاسنان والطبيبات كمان يعني هيك شكلهم حلو ومرتب، سبحان الله بتحسي انه لا بقلها الاشي. ان شاء الله الله بيهنيها ومن تفوق لتفوق. ستي هو يعني نحن هياتنا بنقدم قديش بنقدر نقدم وبنساعد قديش بنقدر، وبنترك الخيار بالبدايه وبالنهايه لصاحب الخيار، يعني مشان ما يقولوا انه ضغطت. اكيد صحيح. بنترك الخيار انه هي اختارت واختيارها يعني كان صائب. وهي ريما يعني لما بدها تختار اي شيء بتلاقيها بتدور تبحث يعني وبتبحث عليه يعني، لازم تكون مقتنعة. أيوة لازم تكون مقتنعة، بتجيب محتوى الشكل اللي بدها إياه كلياته، وبتيجي بتقول أنا عملت أنا سويت هاي هيك هاي. تمام. بنقول لا وبالأخير يعني إسا تركينا براحتها على أساس إنه تكون بالشيء ربنا يوفقها وتقدر تحصل اللي بدها إياه. طيب أم محمد، يعني أنت يمكن اليوم صاحب التجربة بزواج من أسير محرر، اليوم يمكن زوجات الأسرى يلي عم ينتظروا أزواجهم بالخروج من المعتقل بتكون دائما زوجة الأسير بسؤال يعني بينها وبين نفسها كتير بيطرح بعقلها، بأنه هل لازال على نفس التفكير، هل لازال على نفس الأمور يلي كان بيفكر فيها؟ بيكون في تخوف من التعامل مع إنسان ممكن يكون يعني قضى بسجون الاحتلال سنوات طويلة. كيف ممكن تطمني اليوم كل زوجات الأسرى بأنه، أو حتى المقبلين على الزواج من أسرى محررين، بأنه لا، الأسرى ممكن يكونوا هم أكثر ناس مناسبين للارتباط؟ كيف ممكن تبعتي لهم هاي الرسالة أو تعطيهم أمل يعني كمان؟ صحيح كلامك، هو دائما الأمل إن شاء الله موجود، إن شاء الله بيقدروا بيطلعوا من السجون وبيبنوا حياتهم وأسرهم المستقرة إن شاء الله. بدي أقول إنه هن يعني هن صحيح موجودين في ظروف صعبة جدا الأسرة، الله يعني يكون بعونهم يا رب ويفك أسرهم. إلا إنه أكيد اللي حترتبط في أسير هي إنسانة أكيد، نعم، حترتبط بأسير أكيد حتكون إنسانة مميزة زيها الشخص المميز اللي هو الأسير، فإنه حتكون أكيد إنسانة مميزة، فأكيد حتكون عندها بعض الصفات إنه اللي تقدر تتكامل معها مع هذا الأسير اللي هو أكيد كمان عنده صفات يعني أخذها من السجن برضو زي نعم. الصبر نعم. مثلا كيف يأخذ قراراته وكتير أمور تانية أكيد أثرت في وصقلت شخصيته. صحيح. وأكيد هو كمان لما يطلع كمان حيتغير من الناحية الاجتماعية. نعم. ما تنسي أنه هو محروم من كتير من نواحي اجتماعية، علاقات وغيره، فأكيد هاي حتكون هي سند لإله. نعم. بهاي الأمور من ناحية العلاقات الاجتماعية، من ناحية التعارف على الناس، بناء أسرة. وأكيد المرأة دائما إلى دور كتير كتير كبير دائما بكل إشي، وراء كل عظيم امرأة عظيمة. نعم. فيعني لا تهك الهم، إن شاء الله يعني في بوجود اثنين متفاهمين ونقاط مشتركة بيناتهم أكيد إن شاء الله حيكون شيء كتير حلو
وحيبنوا إن شاء الله أسر مستقرة بإذن الله تعالى. تمام. أخ بسام، يعني بنجاح ريما اليوم بدنا نقول بأنه هذا تتويج لتعبكم كأسرى دوريات للعرب، قضيتوا من عمركم من أجل الثورة الفلسطينية كثير من السنوات. حدثنا عن هاي الفرحة، كيف كانت بالنسبة لك وأيضا للأسرى الآخرين من أصحاب الدوريات؟ والله هي كانت فرحة ما بعد فرحة. يعني هي بيجيك الإنسان ممكن بفرح بمناسبة، ممكن الإنسان إنه يفرح بشغل، يعني دخل بشغل، دخل هاي بتكون في فرحة موجودة صحيح، بس فرحة نجاح وخاصة أول ولد الواحد لإله إنه تتوج بنجاح وبمجموع عالي، كانت فرحة ما بعد فرحة. نعم إن شاء الله يا رب هالبيت، لأن هاي الفرحة يعني فرحة النجاح بتختلف عن أي فرحة. نعم تانية. أكيد إن شاء الله يا رب هالبيت وكل البيوت الفلسطينية وخاصة بيوت الأسرة بعمها الفرح عن القريب العاجل، وبيكون دائما الفرح هو حليفكم بإذن الله تعالى، لأنه بالفعل قضيتوا ما يكفي من سنوات بالألم والتعب والأمور المرهقة نفسيا قبل الجسديا. بنهاية حلقتنا طبعا بصراحة الحديث معكم لا يمل أبدا، والجلسة كمان ببيتكم جدا مريحة وجدا رائعة، وحاسين بأنه إحنا يعني الحوار هيك كتير سلس ومش متصنع ولا محضر لإله بشكل كتير كبير. بنهاية هاي الحلقة بدنا تهنئة من حضرتك لمين حابب توجهها من عبر شاشة تلفزيون فلسطين. بالبداية بنوجه التحية والتهنئة لسيادة الرئيس، ونقول له ربنا يكون معك يا رب، وإن شاء الله نكون معك على العهد، ومنهني شعبنا الفلسطيني بالداخل وبالشتات وإنما تواجد، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. بنهني جميع الأسرى الموجودين بالسجون، وخاصة الأسرى 48 اللي تجاوز معهم الزمن، نطوا 35 وسبعة وثلاثين سنة. نعم. لكريم ولماهر ولوليد دقة وللجميع. منقول لهم إن شاء الله الرب الفرج قريبا، وربنا يفرج عليكم وتطلعوا عند أهليكم وتبنوا الأسرة اللي نحنا طلعنا وبنيناها. نعم. وعلى ربنا ما في شيء بعيد ولا كبير. نعم. وإن شاء الله ربنا هيك بكون معاكم وبكون الفرج قريب جدا إن شاء الله. وبهاي الكلمات اللي ختمت فيها حضرتك بأنه ما في شيء بعيد عن رب العالمين، بدنا نقول لك إن شاء الله يا رب عن القريب العاجل. بنسمع بأنك أنت تمكنت من زيارة الأهل وتمكنت تكون بينهم ومن رؤيتهم بعد عمر كتير طويل إن شاء الله. وبنوجه التحية لأهلي جميعا ولأولادهم، كل عام وانتم بخير جميعا، وان شاء الله ربنا بلمشى منا باسرع وقت يا رب. الله يسمعني. بدي بس اوجه رساله لسياده الرئيس. نعم. اذا في امكانيه انه نشوف، يعني ما بعرف، يعني من بعد ربنا ما في غير الرئيس. نعم. نتوجه له لاساس انه لي فتره زمنيه تقارب ال 34 سنه مش شايف امي وابوي، بلكي انه يعني بجهودكم الجبارة اقدر ازورهم ونلتقي معهم ونقدر نلامسهم على ارض الواقع ان شاء الله يا رب العالمين. اخت ام محمد، يعني بنهاية حلقتنا لليوم على مين حاب تعايدي ولمين تبعتي التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاضحى؟ بصراحة بحب كتير ابعت يعني أشواقنا وسلامنا وتهانينا لأسرانا وأسيراتنا في السجون، وإن شاء الله يا رب الفرج القريب لإلهم بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى. وبحب أوجهها كمان لسيادة الرئيس أكيد، وللفلسطينيين أينما وجدوا، وطبعا لأهلي ولأهل زوجي وللجميع ولإلكم. وكل عام وانتم بألف خير جميعا يا رب. انت بألف خير ان شاء الله، بنعاد على الجميع بالصحة والعافية يا رب. الله يسمع منك. شكرا كتير لكم، كتير تشرفنا فيكم.
أخ بسام. أهلا وسهلا فيكم، نحن اللي شرفنا فيكم. شكرا لحضرتك. شرفنا بإذاعتنا الفلسطينية الإذاعة الوطنية. كل عام وأنتم بألف خير، عاد علينا وعليكم يا رب العالمين. الأخ بسام حميد الأسير المحرر من دوريات العرب، وأيضا زوجة الأسير بسام أم محمد. شكرا لكم. شكرا لكم كثير، مشكورين، يعطيكم ألف. إذا مشاهدينا الأعزاء، طبعا لازلنا معكم ببرنامج أناديكم، رح ننتقل وإياكم للحديث مع أبناء الأسير بسام حميد حتى يتمكنوا من إرسال التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أقاربهم في سوريا. خليكم معنا. أنا اسمي عمار حميد، بكون ابن الأسير أحمد حميد. بوجه تحياتي لأهل بابا وأهل ماما وإخوالي وخالاتي وعماتي وتيتا وجدة. أنا لجين حميد، والدي بكون أحمد حميد. بوجه تحياتي لتيتا وجدة اللي بسوريا وجدة اللي هون وتيتا وعماتي وعمامي، وإن شاء الله يكونوا بصحة وعافية. من جديد عدنا لكم مشاهدينا الأعزاء. طبعا بنرحب حاليا بأبناء الأسير المحرر بسام حميد، معنا هون محمد حميد. أهلا وسهلا فيك محمد، كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير إن شاء الله. كمان في معنا ريما حميد، كل عام وأنت بخير يا ريما. وأنت بألف خير، وألف مبروك نجاحك بالثانوية العامة. تسلمي. وإن شاء الله يا رب من نجاح لنجاح ومن تفوق لتفوق إن شاء الله. طيب هلأ بدي أبلش معك محمد بتهاني وتبريكات للأهل بسوريا اليوم، كيف حابب تتوجه فيها من خلال شاشتنا؟ والله يعني بهني تيتا وجدة أهل بابا يعني بسوريا، ونحكي لهم كل عام وانتم بخير، ولكل عماتي وعمامي وولادهم كلهم، وإن شاء الله يعني يضلون بصحة وعافية يا رب. إن شاء الله. طبعا العيد أكيد عندكم نوعا ما بيكون منقوص لأنه أهل الوالد مش موجودين، وما في يعني أهل الزيارات اللي كتير ممكن تكون، قد تكون الزيارات أكثر من الأصدقاء ومن المعارف ومن أهل الماما يمكن كمان أكثر، صح؟ بس أهل الوالد يمكن هون هاي الغصة شوي بتكون موجودة عندكم، فإحنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنه يلتم شملكم معهم عن قريب إن شاء الله. طيب ريما، شو بتحبي تهنيهم اليوم للأهل بسوريا؟ شو بتحبي تقولي لهم؟ أكيد بحب أعايد عليهم وأتمنى لهم أنه ينعاد عليهم بالصحة والعافية دائما إن شاء الله، لتيتا وجده ولكل عماتي وأعمامي وكل قريبنا. تمام. بتمنى لهم دوام الصحة والعافية يا رب. يا رب الله يسمع منك. طيب هلأ أنت محمد بتهيألي بمرحلة الثانوية. مزبوط. السنة هاي، السنة هاي ثانوية عامة حتكون توجيهي. اليوم احنا عرفنا بانه ريما معدل الثانويه العامه لها كان 91.6، فاحنا بنتمنى لك كمان هذا التفوق، وبنتمنى بانه ممكن كمان يعني تتفوق على ريما وتكون اعلى منها ان شاء الله. فهذا فخر بصراحه للوالد الاخ بسام وايضا ام محمد بانه اليوم عم بيشوفوا هالبذره يلي كونوها عم تكبر بالنجاحات اللي انتم بتقدموها لهم وعلى المكافأة اللي بتكافئوها لهم، فإحنا بنتمنى لكم التوفيق بالتأكيد. احكي لنا عن الدراسة اليوم، كيف ممكن تتعب على الثانوية العامة حتى تكافئ والدك؟ ممكن يعني أنه أدرس بأول بأول، يعني أنه بحضر براجع بأخذ دروس بحفظهم أول بأول زي هيك، يعني ما بخلي إشي مثلا لآخر السنة. تمام. وإن شاء الله بالتفوق هاد بيكون اسمك من الناجحين بعلامات مرتفعة. قديش بتحس محمد بأنه الأب لما يكون أسير محرر من سجون الاحتلال يعني بيكون في علاقة خاصة بينه وبين أولاده، لأنه هو دائما وهو بالأسر حتى وإن لم يكن متزوج بيكون متشوق للأسرة واللمة الأسرية وإنه يكون عنده زوجة وأبناء. قديش بتحس أنه علاقتك بوالدك اليوم مختلفة عن باقي العلاقات بين الآباء والأبناء؟ ممكن ألاقيها علاقة قوية، يعني كيف مش أب يعني مثلا يعني بحكي له مثلا كل شيء بيصير معي زي هيك، يعني بيسمع مني بياخذ بيحكي لي بينصحني
يعني ممكن تكون قوية يعني أكثر. يعني صديق مقرب هو الوالد بالنسبة أكيد. لإلك. أكيد. أكيد يعني. وعلى ما يبدو بصراحة أنا يمكن كمان استشفيت من كلامه وإحنا عم نحكي عن ريما بأنه هو حدا مش ديكتاتوري بصراحة. أبداً. أبداً يعني أنا مش عارفة أبداً تأكيد ولا طبعاً تأكيد. تمام. أنه هو حدا مش ديكتاتوري ويعني متبع أسلوب الديمقراطية بالتعامل معاكم، لأنه كان بيأكد لنا عن اختيار التخصص لريما هو بناء على رغبتها، بأنه بما معناها هي حياتها وهي بتقرر كيف حابة تعيشها، ولكن هم بيضل عليهم التوجيه. كيف حسيتي بأنه تعامل الوالد معاك ريما بهاي الديمقراطية ممكن يعني يكمل بالنجاحات معاك بحياتك؟ أكيد، لأنه الأهل وبالأخص أهلي يعني دائماً بيدعموني بكل خياراتي وبكل الاختيارات اللي يعني ممكن أفكر فيها، بيحطوا لي كل الخيارات المتاحة قدامي وبيساعدوني بكل الإمكانيات وبيخلوا الخيار الأخير لإلي لأنه هاي حياتي بالنهاية. وأنت تعودتي على هذا النظام أنت باقي إخوتك بأنه لازم تكونوا مقتنعين بالشيء اللي عم صحيح. تختاروه، وهذا بيجي عادة من ثقافة الأهل، يعني ما بيكون الأب والأم مثقفين بالتأكيد. بدي محمد منك تحدثني عن كمية الفخر اللي عادة بتكون عند ابن الأسير. قديش بتحس حالك فخور بوالدك؟ وصحيح هو عانى بأول حياته، ولكن هاي المعاناة من أجل الوطن ومن أجل ثرى هذا الوطن. كيف هذا الفخر شكله عند محمد اليوم؟ والله هو إشي يعني إشي كتير كبير. أول إشي إنه يكون والد الشخص يعني يكون أسير وبناضل يعني وبكافح لأجل قضيته، ويعني أكيد بعتز فيه ومنحترمه يعني ومنقدره. إذا كان يعني هو شخص غريب فمن بالك يكون يعني إنه والدي، فهذا يعني كتير اعتزاز ويعني بيرفع من شخصيتي كمان. تمام. وأنت ريما أحكي لنا عن هذا الموضوع. أكيد نفس الشيء، يعني شعور فخورة جدا. أكيد بالوالد. الواحد بشعر بالفخر بوالده دائما بكل الحالات، فما بالك لو كان أسير مقضي يعني أكثر من 12 سنة من عمره بسجون الاحتلال كرمال فلسطين وكرمال أرض وطنه، فأكيد فخورة كتير. خاصة بأنه الأسرى عادة هم يعني ناس تعبوا وضحوا مشان مبدأ معين بحياتهم وهو هاي القضية الفلسطينية، فهذا الشخص صاحب المبدأ خلص يعني بتكون مرتاح بالتعامل معه دائما. صحيح. فإحنا بدنا نحييكم يعني، أو بدنا ما بدنا نقول بدنا نحسدكم ولكن يعني نيالكم بوالدكم، وإن شاء الله يا رب يديم المحبة بينكم وهالعلاقة الطيبة وهالجو الأسري اللطيف اللي موجود بالبيت بصراحة حسيته يعني عندكم. محمد اليوم لما بتفكر بالأهل بسوريا شو أول شغلة بتخطر ببالك؟ مع أنه أنا بعرف أنه أنت رحت وأنت صغير لساتك هناك، يعني يمكن أنت مش ذاكر أساساً الزيارة اللي زرتها هناك، ولكن بتشوف الأهل على الإنترنت، تشوف عماتك عمامك الجد والجد، ولكن بس تفكر بلحظة اللقاء وجهاً إلى وجه شو الشعور اللي بينتابك؟ كيف كمية العواطف هاي بأنه هدول قرايبي لحمي ودمي كيف ممكن تكون؟ أكيد يعني شعور غريب لأنه أنت من صار لك سنين يعني وسنين أنت ما شفتهم أصلاً. أنا لما طلعت وشفتهم يعني لسه ما كنت واعي على حالي بالمرة. وأنت لما بدك تروح وتشوفهم يعني هن رح يتفاجئوا فيي أنه يعني أنا قديش كبرت من لما كنت يعني، وأنا برضو بنفس الإشي لأنه إحنا بنشوفهم على النت يعني فيديو لكن مش وجه لوجه، يعني مش انه بنلمسهم يعني او يعني بنقعد معهم يعني بتشوفهم بس عبر شاشه. صحيح. نعم. طيب ريما، هلا اذا بدنا نحكي عن موضوع ذكريات سوريا اللي بيحكي عنها الوالد، انتم ما عشتوا هاي الذكريات وان شاء الله بتعايشوها وبيصير في لكم ذكريات بسوريا يا رب العالمين. لما الوالد بيحكي معكم عن هاي الذكريات، لما بيحكي عن سوريا وقديش متعلق بهذا البلد، كيف ممكن تكون أفكاركم تلقائياً تجاه هاي الذكريات؟ شو أول شغلة بتفكري فيها وأنت عم تسمعي لهاي الذكريات؟ أكيد بنبسط كتير وبتمنى له أنه يعني بيوم من الأيام يكرمه الله بالزيارة لأهله لبلده الثاني سوريا، أكيد لنولد فيها وكبر فيها، يعني الواحد إلا يحن طبعاً.
أكيد إن شاء الله بقدر يزوره. يا رب. بتتمكنوا من الزيارة كلياتكم مع بعض، إن شاء الله. مش بس أنتوا والدتكم، لا والوالد كمان معاكم يا رب العالمين، وإخوتكم اللي أصغر يعني ما تمكنوا من الزيارة في المرة الأولى. اليوم بنهاية فقرتنا معاكم بدنا رسالة معايدة بتوجهوها بنهاية هذا اللقاء. طبعا انا بتوجه بالرساله هاي لكل اهل والدي، تيتا وجده وعماتي وعمامي كلهم، ومنبارك لكم وبنحكي لكم كل عام وانتم بخير، ولاولادكم كمان، وان شاء الله يعني ينعاد علينا وعليكم بالصحه يا رب يا رب. طبعا بس قبل ما انهي بدي اقول انه يمكن ريما انت شوي مفتقده لموضوع العيديات، صحيح؟ لانه يمكن اهل الاب لما بيكونوا يعني موجودين بيكون العيديه ممكن تبقى محرزه بصراحه. حلو سؤالك. فهذا يمكن يعني ان شاء الله يا رب هيك بتلتموا بتعوضي كل عيديات السنين اللي فاتت، حيطلع مبلغ حرزان. حبيبتي ريما انا كثير تشرفت فيكي وفي محمد، بطاقه معايده اخيره من عبر شاشتنا. بحب أعايد كل عائلتي اللي بسوريا، أهل بابا تيتا وجده، أعمامي وعماتي وأولادهم، وكمان عائلة ماما، خلاتي خوالي وتيتا وجده، وكمان لكل أسرانا البواسل بسجون الاحتلال، ينعاد عليهم بالصحة والعافية، والسنين الجاية يكونوا إن شاء الله متحررين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. وبدنا منك تحس بالعيديه قديش ممكن تطلع. ولا يهمك. شكرا كثير لكم محمد حميد ابن الاسير البطل بسام حميد، وايضا ابنه الاسير بسام حميد ريما حميد. شكرا كثير لكم، كل عام وانتم بالف خير وينعاد عليكم يا رب العالمين. وانت بالف خير. إذا مشاهدينا الأعزاء كان هذا حوارنا مع أبناء الأسير بسام حميد. هلأ رح ننتقل وإياكم إلى هذه المقابلة التي أجرتها الزميلة منى أبو مصطفى في الصليب الأحمر مع أم الأسير البطل ضياء الأغا، أم ضياء الأغا، هذه المرأة الفلسطينية الصابرة المثابرة التي تعتبر نموذج يحتذى به للأم الفلسطينية وللمرأة الفلسطينية عموما. متواصلين معكم مشاهدينا الأعزاء، طبعا أنا بدي أودعكم من هون لحتى نلتقي فيكم بحلقة جديدة من أناديكم، رح أترك الموضوع هلأ أو استكمال الحلقة مع الزميلة منى أبو مصطفى وأم الأسير أم ضياء الأغا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية كل التحية لأسرانا في داخل السجون الإسرائيلية. يعني أنا دائما بقول لهم سدوا حيلكم، خلي معنوياتك عالية، خلي أملكم بربكم كبير، إن شاء الله الفرج قريب لكم. بقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله قبل العيد السنة الجاية تكونوا عندنا إن شاء الله. حلم الوحيد والله يما يا ضياء إنك تكون عندنا يما، أشوفك لابس أواعي العيد يما وتقول لي كل عام وأنتم بخير. أشوفك رايح لأخواتك يما، رايح لعماتك، رايح يعني لإخوتك، نفسي يما أنا حلمي الوحيد أظن طيبة، وأشوف اللحظة هذه وأنت لابس وتوزع عيد الضحية يما في إيدك، أنت يما اللي تقطعها وتوزعها لأحبابك وأصحابك، إن شاء الله يما في القريب العاجل. حبيبي يما ما تزعل. بتتذكري ضياء؟ نعم. ضياء كان هو اللي يوزع اللحمة، ما حدش من إخواته يعني يطلع يقول أنا بدي أوزعها، يروح لأخواته، يروح لعماته، يروح لخالاته، للبنا نطلعها لله، للناس اللي مش مضلحين في العيلة، هو ضياء كان اللي يوزعها وظل متعود عليها لحتى هذا الآن. السنة ما أخذ حصتين، والله العظيم ما أخذ حصتين ضحيتين علشان إني يوزعها للناس اللي مش مضلحين، ووزعها للحبايب والقرايب. اتمنى من الله يما السنه الجايه ان شاء الله توزعها انت بايدك يما واقبل جنبك. انا بمسكهاش دائما ولا سنة اخوتك بيمسكوها، لكن بس اطلع في عينيك واطلع ايش بتعمل واطلع كيف بدك توزعها يما. حبيبي دير بالك على صحتك يما، ان شاء الله يما بتطلع لنا بسلامه ان شاء الله في القريب العاجل يما، ان شاء الله واقبل طيبه يما وافرح عليك زي اي ام فرحت بابنا ان شاء الله. املي بربي كبير ان شاء الله، والصبر مفتاح الفرج، ان شاء الله خير يما. ان شاء الله كل عام وانت بألف. وانت بالصحه والسلامه حبيبتي، وبشكر تلفزيون فلسطين، فلسطين تلفزيون الشعب الفلسطيني كله من خلاله اسرانا بيشوفونا وبيطمنوا علينا يعني،
وان شاء الله خير ان شاء الله يما ان شاء الله.